الأطباق الصحية مهمة جدا كما عودنا إنه أو كما عودناكم على إنه تقديم دائما تكون عندنا أكلات وطبخات صحية. لهذا اليوم راح نسوي البرجر، لكن راح يسموه يعني سحولة الفيجن برجر. هذا البرجر اللي راح أقدر أنا أسويه فقط بالخضار، فقط في الخضروات، يعني بدون لحم بدون دجاج بدون أي شيء. أنا تخيلوا هنا أنا إذا حبيت إنه أسوي نفس الشكل مات البرجر العادي إنه أخلي له هنا العدس اللي هو العدس الأسمر. غير العدس الأزمر راح تكون عندك هنا عدة مكونات حتى تستوعب الطعم وتستوعب النكهة اللي راح تكون موجودة أكيد بالعدس. كذلك أيضا راح يكون عندك حلوة ما كذلك أيضا قرقرة هواي مارد بالبداية صباحية يعني زين. طبعا أكيد التفاصيل والأشياء كلها راح تكون موجودة هنا مثل ما تشوفون. راح يكون في عندك العدس، هذا العدس ضربته بالخلاط نقعته 24 ساعة وبعدين هنا يصير عندك بهذا الشكل، يعني لا ينسلق ولا غير. هذا العدس هياته متنقع ما مسلوق تمام، وهذا العدس بعد ما سلكته وضربته بالخلاط. عندك بوتيتا وياها بوتيتا مهروسه وياها شويه بقسم، طبعا اكيد راح اخلي وياها شبنت واخلي وياها شويه بصل حتى تعطيني طعم ونكهه كلش طيبه، بالاضافه الى جروب كامل من البهارات او خلطه من البهارات. اليوم حلوه الحلقه بيني وبينكم، اليوم الحلقه راح تكون خرافيه وكلش طيبه وكل شويه راح تحبوا. اكو ناس ما تحبها واكو ناس يعني الوصفه، اكو ناس ما تحب الوصفه هذه واكو ناس راح تحب هذه الوصفه. اللي يحب اللحم ومتعلم على اللحم ومتعود على اللحم هنا ما راح يحب هالوصفة. اللي متعلم على الخضروات وشوية فايت بجو الرجيم وتعرفون هاي أجواء الرجيم هنا والدايت، هذه الأكلة راح تفيدك يعني كلش هواي. يلا نكتب، قلنا سوالف هواي ولوك لوك هواي مريد وقرقر أيضا مريد. يلا هنا خلينا نكتب التفاصيل مالتها لأنه بيها هواي شغل هنا، بيها شوية فكرة لطيفة خفيفة. واطلع لي يا كابتن بالمقادير، ضروري المقادير تكتب بكامل التفاصيل. يا سلام جيمي، شلون صحة جيمي؟ أمورك طيبة؟ دلباتر المنتخب ده يلعب، نتمنى الفوز للمنتخب العراقي تمام؟ جايبين الصعادات وياكم؟ طبعا مثل ما تشوفون المشاهدين راح يكون في عندك جروب كامل من البهارات. هاي أول شغلة نبلش بسم الله نسويها. طبعا أكيد راح أبلش أخلط البهارات اللي عندي هنا، شوية كزبرة حلوين ومأزازين هنا، فلفل اسود حلوين تمام، هيجي عندي هنا كزبره كلش طيب طعم ونكهه كلش طيبه. وممكن اخلي ايضا وياها شويه من البهارات الحاره. بعد ما اخلي هذه البهارات هذه كلها اخلطها مع بعضها البعض، طبعا اكيد هنا راح يكون في عندك اضافه الملح. وعيش ايامك بكل تواضع. والله قرقر هواي، هذا نفر قرقر هواي زين. تعال اشتغل ابني، اشتغل اشتغل انت وصفر طاسك، اشتغل عيني انت. يا سلام خلطة مال بهارات على كيف كيفك، يعني هذه خلطة مال بهارات بأي صوص بأي نكهة تطلع إلا خرافية. اكيد هنا انا بعد ما خليت لها شوية الملح راح ابلش هنا انا نعجن العجينة المهمة جدا هذه اللي هي طبعا اكيد نبلشها بيش، نبلشها بالعدس. يا سلام شوية العدس حلوين ومأزأزين يابا تمام. نجيب ونخلي عليها بوتيتا. شنو بوتيتا؟ هذه شنو البوتيتا؟ بوتيتا مهروسة تمام. بعد ما خليت هذه المكونات هنا انا ممكن ان نحتاج بعد شوية، ايش راح اخلي لها؟ راح اخلي لها نكهات طبيعية. شنو هاي النكهات الطبيعية؟ تجي تاخذ الشبنت الجميل هذا الرائع زين وتخلي لها شوية شبنت. الله على فريش مات الشبنت، على فريش مات الشبنت. تعال تفاصيل، تعال ابني. يا سلام يا سلام. اكيد مشاهدينا احب ارقام الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه، اللي عنده طبخه منا منا عنده وصفه اكيد نعطي المقادير وطريقه التحضير تمام. نرجع هنا نثرم مال الشبنت حتى نعطي نكهه خرافيه، طبعا اكيد نكهه كلش طيبه هي نكهه الشبنت. تشوفون ان انا ممكن اخلي ثوم، طبعا انا مسوي عجينه من عندها، هذيك العجينه خال بيها ثوم انا اصاغر، لا لا ممكن اخلي ثوم تمام، ثوم شوية يعني مو كلش هواية. اجي اخذ شوية الشبنت واخليهم هنا مع بعضهم بعض، راح اجيب لهم شوية من البصل، اخليهم شوية بصل حلوين تمام. راح اجيب هنا شوية المعدنوس واخلي شوية معدنوس، تشوفون شوية شوية مو هواية يعني. اجي هنا شضيف، اجي اضيف البقسم فتخاش وكتين بقسم زين. بعدين اجي اخلي هنا شنو؟ اخلي البهارات. بهاراتك يا برنس، الله على البهارات، الله على البهارات. بعد عيني ما خليت البهارات ابلش شنو هسه اعجنها العجينه هذه، اعجن عجينه البرجر يا كابتن. الله لحد ما تصير عندك شنو قطع جميله جدا.
زين اللي يحب يخلي لها شوية سنة زيت الزيتون شوية بس مو كلش هواي. بعد ما عجنها كلش تمام هنا راح أتركها بالبراد لمدة تقريبا ساعة كاملة. ساعة كاملة لازم أعوفها بالبراد. وهسه أقول لكم شنو السبب إنه أنا راح أتركها بالبراد لمدة تقريبا ساعة كاملة. أتركها بالبراد لمدة ساعة كاملة بعد ما إنه حسيت إنه كل النكهات صارت متجانسة مع بعض البعض. هذه لازم إنه أنا أخليها تصك زايد تلزم زايد تمام. ليش إن أنا أخليها تلزم زايد؟ حتى لا تتفلش بعد ما أخليها على النار. هذه رادلها شوية أنا أقول لك شوية رادلها مدارة. ناخذ اتصال هاتف. ألو مرحبا. هلا 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 ابني شلونك؟ هلا عيني الحمد لله. الله يحفظك. اغيد طريق الاسطنبوري. شو اسمها؟ شو اسمها؟ ما سمعت انا شو اسمها. ما سمعت وزين شنو كانت؟ طابوريه؟ ها؟ بالمصلاوت؟ بالمصلاوت تعرف مصلاوت؟ ها انت من كركوك ما تعرف اكيد مصلاوت. ها انت تعرف؟ انت تعرف؟ ما شاء الله. طلع تفضل طلع عين طلع. يلا هنا راح نجي نبلش نقلي. قليني عين مو كمية وافرة من الدهن زين كمية جدا بسيطة من الدهن. وتعيش ايامك كابتن مهم جدا. ها يا سلام يا سلام يا سلام. هنا انا وصيت على ورق جايبه. اي جايبه إيه الحمد لله جايبه يا ولد جايبه. يلا يا الله يا الله نبلش بهذا الطبخه. طبخه جدا سهله جدا بسيطه جدا سريعه ما تاخذ من عندك وقت حتى تقدر تسويها. ورا ساعه كامله تصير عندك العجينه بهذا الشكل. نجي ناخذ حبه حبه يا عيني بهذا الشكل زين ونسوي البرجر الجميل هذا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله. قطع حلوة جميلة سهلة سريعة زين. لا لا نجي ناخذ واحدة ثانية. ترى هواي لوكلوك هواي ترى هواي لوكلوك يا أخي. فايدة فايدة حمص اليوم ماكو حمص. اليوم عندنا حمص اليوم عندنا حمص مجاز زين. حمص مجاز زين. لو حمص موجود كان فيده زين. نجي ناخذ حبه حبه. هذا برجر هذا برجر يعني مال دايت. ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني. شلونك شيف؟ الحمد لله. اقول لك شيف انا ليش ما تنجح عندي الكيك كل ما كان يبيها اسوي. الكيك 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 شوفوا كيكه بسيطه سهله 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 سهله. في مشكله انتم يا جماعه اللي يسمعني من المفروض سمعوني من شنو المفروض سمعوني من التليفون زين. من التليفون سمعوني احسن يعني شوفوني من التلفزيون وسمعوني من التليفون حتى يصير عندكم الصوت مضبوط. شويه الزبده شويه سنس اي سنس شويه الزبده حلوين ومقصقصين. هنا شوفوا لي البرجرات حلوه بسيطه. لا تقولوا لي صعبه ابدا مو صعبه بالعكس كلش سهله وكلش سريعه وكلش طيبه. هم تعال يمي ابني تعال يمي شوف هنا ايش راح نسوي. تعال يمي وشوف همي تفاصيل بسيطه. راح نسوي احنا شويه من الصوص. بهذا الصوص لازم اخلي ايضا شويه من البهارات المشكله اللي سويناها. راح اجيب هنا شويه كاتشب اخلي شويه الكاتشب. راح اضيف هنا شويه من المايونيز. يا سلام سلم على المايونيز يا سلام سلم. دايت يابا كله دايت احنا يابا دايت عيوني انت. طبعا طبعا فول 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 فول. راح اجي اخلي شويه خضره معدنوس ممكن اخلي شويه بصل وبعدين اخذ هذه الصلصه. هذه الصلصه اللي راح اقدمها مع البرجر طبعا. ويا سلام حلوين ها حلوين يا عيوني حلوي سهل وبسيط وسريع. هذه الصلصه صارت جاهزه زين. انا شو اخلي لها الصلصه هذه؟ تعال شوف كابتن تعال ابني تعال
تعال وليدي، تعال قلبي. الله 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 الله، هاي سويت هنا، خليت كل النغمة هنا، تمام؟ خفيفة عصرة خفيفة كلش هواية من القرب. اي والله اي والله اي والله. زين يابا زين عيون. هسه ايش راح نسوي هنا حتى تصير امورنا طيبة؟ اهم شيء النظافة النظافة النظافة. راح راح يقعد يسولف. تعال 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 تعال. هسه نجي الى المرحلة المهمة، وهي انه نبلش نقلي البرجر حتى نسويها ساندويتشات ونقدر نقدمها. طبعا راح اقدم وياها انا السلط، راح يكون عندك خس وطماطة وهذا الصوص، تمام؟ اول شيء ايش راح اسوي هنا؟ بسم الله ناخذ هذه سنس راح اخلي هذه هنا واخلي هذه هنا بهذا الشكل. بعدين طبعا كل ما كانت رفيعة كل ما كانت احسن. شنو السبب؟ حتى تستوي كلها، تمام؟ شوف شلون صارت. يا سلام. بسم الله راح اجي اوزع هذا الموضوع واجي اخلي القطعة الاولى. زين اشوف تتحمل الثانية؟ لا والله واحدة واحدة. اي واحدة واحدة على راحتنا، ما عندنا شيء. نجي ناخذ الثاني نفس الموضوع ونجي نبلش ناخذ الثاني نفس الشيء. تعال شوف كابتن وراها، اكبسها بايدي، ما يحتاج كابسة، اجيب اكبسها بايدي بهذا الشكل. اصير عندك شنو؟ بس باع 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 باع. يا سلام. زين على راحتك. نجي ناخذ الثاني نفس الموضوع وناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو 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 عيوني انت، شلون الصحه؟ الله يسلمك الله يحفظك ابني. يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا اهلا. هاي الاكلات مالك، تسلم على هاي الاكلات القصه. لا شكرا يا غالي، شكرا يا غالي، هذا من ذوقك يا غالي انت. الله يسلمك. ده حق ابني، انا قلت لك على الاسطنبوريه، قلت ما مصلاوي الاسطنبوريه ما اتهمت فيك. الطنبوريه حلا مثل الكيكه مثل الهشك. الاسطنبوليه ايه 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 عيني ايه. سهله سهله امي سهله، تامرين امر تامريني امر والله. اما انت ليش انا خليت الزبده؟ خليت الزبده لانه يعطيني طعم ويعطيني نكهه كلش لذيذه للبرجر. هذا البرجر هو برجر نباتي 100%. واصل لك البرجر النباتي؟ يعني اول مره تشوف برجر نباتي؟ هذا بعد ما تتقلى اهم شيء السأسأ هنا. شنو هي السأسأ مالته؟ السأسأ مالته اللي هي الزبده هنا، نكهه الزبده اللي بيها نكهات الباقيه الجميله، وتركها لحد ما يصير عندك تمام تمام. طبعا لا خليت لها بيض ولا اي شيء ثاني، بس انه هنا هذه المكونات وخلص. هسه انه اصفيها شويه من الدهن مالتها ممكن، تمام؟ حتى تكون عندك هنا جاهزه. طبعا اكيد اللي يحب يخلي لها شويه بهارات، هاي البهارات اني خلطه البهارات اللي سويتها هي خلطه تعطيك طعم وتعطيك نكهه كلش طيب لها. تعال شوف هنا شلون صارت. بسم الله الله. واحلى برجر احلى برجر يا برنس، على كيف كيفك يا برنس، هذا على كيف كيفك. زين اخر دلع. شوف 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 شوف. الله 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 يا برنس. على راحتنا، ما عندنا شيء، سوي لنا حبة حبة. زين اجي اخذ شوية ها. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام اغاتي، شلونك شيف؟ يا هلا بالذهب، هلا بالغالي، امرني. ممكن مندي دجاج؟ ممكن مندي الدجاج. اي والله تامر تامر دلل. طبعا اللي يحب انه يضيف لها بعض الاضافات البسيطه ايضا ما عندي مشكله. هنا راح اجي اخلي هنا شويه من الصوص، راح اضيف طماطه طماطه اجيب هنا ايضا اخلي الصوص، تمام؟ هيجي عندك جاهز.
نجي ناخذ البرجراية. يا سلام يا سلام. طبعا مثل ما تشوفون هنا شوي راح اصفيها من الدهن مالتها. شو تريد ابني؟ يلا يلا تعال 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 حتى لا تدوخ حتى لا تدوخ. هذه البرقراية تجي تخلي عليها الخساية السعيدة بهذا الشكل. تجي تخلي شوية الصوص هنا ممكن بحسب الرغبة إذا حبيتوا تخلون أي شغلة ثانية كممكن إضافة شوية لهانة حسب الرغبة. هاي السوالف حسب الرغبة. أوكي أخلي أيضا طماطة وأجيب القطعة وأخلي هذا البرجر. شنو هذا البرجر؟ مثل ما ذكرت هذا برجر صحي برجر بسيط. وناخذ اتصال هاتفي. كرار مرحبا كرار. شلونك شيف ان شاء الله؟ شلون الصحة غاتي؟ هلا بكرار. رديت اعرف على المكونات اللي كليتهم حجي دائما تسوي لي هاي ابسي. يا مكونات؟ المكونات مال كليتها دائما تسوي لي الحجية يا ابسي. مكونات الكليتشة اي تدلل؟ لا لا تدلل هسه اعطيك وصفة كلش طيبة. وليش تحكي على طبخ الحجية؟ فوق ما اسوي لك اكل؟ ليش تحكي على طبخ الحجية؟ حجية بعد اسوي لك كل شيء. زين لو لا حجية بعد كل شيء اسوي له. نجي نخلي الصوص دلعها بالصوص. نجي نخلي طماطة. يعني شلون راح ازم بالعكس ما اعرف شلون راح ازم بالعكس واشيل. يعني هاي يعني انت لازم انت تتحرك. اجي اخذ يلا تعال 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 يلا تعال تعال احسن من السولف. تعال يلا تجي تخلي هذه بهذا الشكل. تخلي لها شويه صوص من هنا. وياي وياي سعودي يقول لك ويا 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 ما يخالف هسه انت هو ده يقول لك وياي. تعال يا عيني تعال يا قلبي تعال تعال يا قلبي تعال. هاك يلا هاك يلا هاك هاي هاك هاي برجر يلا. والله شو تريد يعني شو تريد نسوي لك هسه؟ تعال ابني يلا تعال تعال تعال. فتحنا لك يا هيجي تاخذ الصوص ضيف الصلصه هنا شويه. تمام هسه هيجي مرتاح؟ اهم شيء ترتاح خالي. تجي تخلي طماطه خلي هنا شوية شرائح ليمون. داريني كابتن غير داريني. الله من الشجرة الخلاط من الشجرة الخلاط. شلون برجر هذا البرجر شنو هو؟ هذا البرجر هو برجر صحي. اوكي برجر شنو؟ برجر صحي. نجي نخلي خس همينات يلا. شلون الله داريني داريني يا السلام. شوية بهارات. الله 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 الله. تعال يلا تعال بسم الله. الله تجي هم تخلي لها تخلي لها هذه السوالف هذا النغمات وهذا الصوص. تمام صار عندك ايضا البرقراية جاهزة. اخر حبة للي تحبه راح اسوي اخر واحدة يلا حتى نروح. وين شوفوا هذه الطريقه تكون طريقه مهمه. هذه شوفوها ما يحتاج قالب ما يحتاج قالب. تجي خليها بهذا الشكل. تمام تجي بعد ايش تسوي؟ تشيل هذه وتتخلص من هذه المواضيع. كل شيء سهل كل شيء بسيط يمنه. تلقوه وين؟ تلقوه يمنه حرفيا. يلا هسه نجي كابتن المن. كابتن خلي نروح هسه للسلطة. السلطة ايضا راح تكون سهلة بسيطة وسريعة. اطلع لي بالسلطة في دول عينك. اطلع لي بالسلطة في دول قلبك. مقادير راح تكون كالآتي. شنو بيها؟ عصير الليمون، زيت الزيتون،
ريحان وحب شكلاته حمص. اهم شيء الحمص. زين يابا شنو بعد؟ هاي بسيطة، هاي يابا هاي بسيطة. زين هذا الصوص الجميل، خساية السعيدة، شوية من هذني الحبشكلات لهانتها على ليمونها. زين هاي وين راحت؟ لا كابتن لا لا كابتن، كل شو على هاي. شوف هنا تقلبوها على راحتها. الله شنو فرقه عن البرجر؟ بس شوفه شوفه شنو فرقه عن البرجر. هسه لا ابيعها برجر، ابيعها برجر. ها شوف هسه تبين هسه زينه. بابا 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 ما تلزم ما تلزم. هذه حاله حال البرجر. زين هل عنده مشاكل مثلا ويا، عنده مشكله مثلا مع شنو، مع اللحوم بصوره عامه؟ هذه كلش مفيده. كلش مفيدة هاي، كلش مفيدة وكلش سهلة وكلش سريعة. شوية دهن خليه. يا سلام يا سلام يا سلام، تنزلي يا عيني تنزلي يا قلبي. تجي تخلي لها ايضا صوص، شويه صوص ليمون. شنو عندنا هنا؟ خس و1550 عافيه، شويه بهارات بهارات بهارات. وها هي ها هي كابتن، هاي وين توديها؟ اربعه اذني اربعه. يلا نعين ناخذ الوصفة هذه، هذه الوصفة السلطة أيضا من الوصفات السهلة والبسيطة والسريعة، بيها ريحان، بيها الريحان مالتنا، بيها الحمص، حمص اليوم ماكو حمص، بيها صوص، وبيها أيضا الصنوبر. هذه تقريبا سهلة جدا، أبدا مو صعبة. اطلع لي بمقادير شوي تعبنا بيها، تعرف بيها كابتن؟ اخذ لنا المقادير مالتها. برجر عدس هذا الكابتن ما مقتنع، شو كنك انت يعني؟ والله ما مقتنع يعني، يعني كل شيء لازم انت، كل شيء لازم لازم بيه لحم؟ ها الله يخليك. لا جديات كابتن، يعني لازم لحم لازم لحم لحم لحم، دقاق ولحم دقاق ولحم، يعني ممكن احنا نسوي برجر بالعدس؟ ها عيوني يعني ممكن ناخذ شجر نسوي برجر كابتن؟ يعني لا ضير لا ضير كابتن، لا ضير ابدا يعني، لا ضير كابتن يعني 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 ما بيها شيء يعني، والله ما بيها شيء، والله صدقني ما بيها شيء. يلا ناخذ صال هاتف. يعني مرحبا عيوني انت. مرحبا، شلون الصحة عيني؟ الحمد لله، شلونك يا ابو؟ انا الحمد لله، ربي يحفظك ربي يخليك. الله يسلمك الله يسلمك على الاكلات الطيبه هذه، ربي يعني دائما اخبرك، بس مرات ما يطلع عندنا كهرباء ماكو. يا الهي والاكلات الطيبه اللي تسويها هسه. الله يحفظك الله، عندهم مشكله باللحم ما ياكلون لحم. الله يحفظك الله يخليك، هذا من ذوقك يا غالي انت. الشعب العراقي ما ياكل لحم، بس هذا مفيده هذا انت تسويها. والله هاي الاكله كلش مفيده، بس الكابتن اليمنى ما اعرف ليش ما مقتنع بيها، يقول لك واحد يسوي برجر مال عدس، يعني ايش بيه البرجر مال عدس؟ الله يخليك. بس يصير يصير كل شيء يصير هسه، كل شيء يصير والله برجر مال عدس. كل شيء علمنا كل شيء علمنا يمه. شوف اللفه الحلوه والله. وكلاتك حيل طيبه حيل الله طيبه والله والله، كلاتك طيبه وشهيه. الله يخليك الله يحفظك. انا اعرف التبسي، التبسي مال قبل كنا نسويه. ايه مو يتقلى كل الباذنجان؟ ايه يتقلى الباذنجان، مو يتقلى الباذنجان واللي في الليفله وكلها تتقلى وتنكبسيه والبصل. اي صحيح صحيح. شو هسه من نسويه ما حد يقبل ياكله؟ ابني ما يقبل ياكله، يقول هذا مو خوش. بالعكس بالعكس لازم يتقلى الباذنجان، كل الخضار لازم تتقلى، بعد ما تتقلى تصفط وتبسي.
الطبات رحم الله والديك حتى الطماطم تتقلى قبل كلها تتقلى حتى البصل يتقلى حتى البصل من نسوانهم اذا من نسوانهم يا عيني مشكله المشكله بنسوان هالوقت اي اي والله يموتن على الدليفري يموتن ايش قن الدليفري كله جيب جاهز وجيب احنا العجاز نسويه طيب طيب نسوي الطبخ اي والله حجيه بعد ما يوقف بالمطبخ ما حد يقبل ياكله اي والله شوفوا حجيه انا واحد من الناس ما احب برا اكل كله اكل بالبيت يعني مستحيل اي والله رحم الله ماكو اطيب من اكل البيت الله العظيم الله يحفظك وتخلي هالبنات هالنساء يتعلمون الشغلات الحلوه اي والله من عندك ورحم الله والديك الله يرضى عليك الله يحفظك الله يخليك الله يخليك يعني يا اخي ليش تخلونا نحكي يا الهي بنات هالوقت بروبلم بنات هالوقت قرقره هوايه شغل بالبيت ماكو زين طبعا اكيد هنا مثل ما ذكرنا راح نسوي البيستو لكن قبلها ناخذ اتصال هاتفي الو مرحبا الو الو عيني مرحبا يا مرحب عيوني الهمبرجر اللي سويته مالت العدس اي نعم الهمبرجر طريقه مالت الدجاج نفس الطريقه دجاج اي ممكن نفس طريقه همبرجر الدجاج نفس طريقة برجر الدجاج يعني لا هو مو نفس طريقة برجر الدجاج بس ممكن نفس الطريقة تسوي برجر دجاج يعني بدل يعني العدس شنو المقادير اللي استعملها يعني بوتيتا مسلوقة تهرسيها مع صدر الدجاج نعم شنو هو بوتيتا مسلوقة ايه تهرسيها مع صدر الدجاج صدر الدجاج تمام وتخلين انت هنا ممكن شبنت ناعم كزبرة والبهارات المشكلة يعني ويا نخبطها ويا مالت اللحم مالت الدجاج اي نخبطها كليتها ويا لحم الدجاج اي بعدين تخلطين كلهم سويه وبعدين تقليهم ما نحط له دهن ولا شيء ولا اي شيء بال ويا ممكن ويا ممكن الدهن. ممكن خاشوكتين دهن زيت زيتون يعني يعني واذا حطيت وياها اللي ما يخالف بدل زيت ماكو ماكو اي مشكله اذا تحبون اللي ماكو اي مشكله وافتحها مثل ما فتحت مالت الهمبرجر العدس اي نفس الشيء نفس الطريقه كزبره وشبنت اي ومعدنوس او بدون معدنوس بس كزبره وشبنت لا كزبره شبنت وشويه بصل تمام بوتيتا مهروسه والدجاج شكرا انا اشكرك بالعكس انا اشكرك تحياتنا لكم يابا هنا راح نسوي البيستو لهذا اليوم بالحمص والريحان والمكسرات راح ابلش انا اخلطهم طبعا اكيد هنا تخلط كل المكونات مع بعض البعض مع اضافه شنو المكسرات وزيت الزيتون تمام من بين ما اضيف انا هذه المكونات راح اضرب بالخلاط حتى لا تدخون حتى ايش تقولون دوخنا زين من بين ما انا اخلط المكونات هذه طالع لكم فاصل سريع واكيد راجعين مع الف عافيه هذا مو حمص وطحينة طبعا هذا بيستو لكن بيستو الحمص مثل ما ذكرت انه بيستو بس بيستو الحمص هذا كنوع من المقبلات كلش سهل كلش بسيط وكلش سريع شفتوني يعني اول شيء قليت المكونات اللي هم كانت عندك شوية مكوناتك يا خلدون شنو هي مكوناتك كانت حمص صوص ثوم حامض ملح شوية بهارات لا بأس بالقليل ومن البهار زين ولا اشوف شو يصير عندك يا سلام يا سلام طبعا ما عندي مشكلة اذا طلعت عندي شوية شبنت ما مضروب بالخلاط عادي انا اريد حمص تطلع عندك حمص اليوم ماكو حمص اليوم ماكو حمص سهلة وبسيطة وسريعة كنوع من يعني البيستو هذا اللي يكون متكون من المكونات اللي هي الحمص وغير الحمص كابتن الريحان طبعا مثل ما قلت هنا ممكن استخدام الريحان الإيطالي
اذا كان متوفر، واذا غير متوفر ممكن استخدم هنا ريحاننا هذا. زين، وراها اضيف هنا كل المكونات مع بعض البعض. شوفوا قد هي بسيطه، ها، بس كلش طيبه، كلش طيبه. يا سلام يا سلام يا سلام، سلم يا كابتن، يا سلام. ما اخذ ولا حركه من هذين، صح؟ دير بالك تاخذهن، دير بالك تاخذهن، اضوج منك كابتن، دير بالك تاخذهن اضوج. يا سلام سلم على طبختنا، يا سلام سلم تيرارم رم. شو تخلي لها هاي وتطيب بعدين الدار؟ يا زيت الزيتون يا خلدون، و1550 عافية. تخيلوا هذه المقبلات تدخل بيوتنا سهلة بسيطة وسريعة، غير لي المود مالتك، غير الحمص وحب اشكالاته. زين، لو الحمص تلونه لو غيره، هذا حلو سهل بسيط وسريع. زين وصحي، والأهم من هذا شنو؟ الأهم من هذا يكون صحي. يا سلام، جيمي بعد هذا جوك بعد، خلصاني أنا لين أنا وخلصت. راح نجي لهذا اليوم، راح نسوي وصفة أيضا مهمة اللي هي البانكيك. بانكيك لهذا اليوم بسيطة سهلة وسريعة. ليش متحب البانكيك؟ البانكيك لهذا اليوم راح تكون متكونة بالبداية من بدل ما صحي صحي، يعني بدون استخدام هنا الطحين، راح نستخدم هنا طحين اللوز. غير طحين اللوز راح يكون عندك هنا بيض، بيض بيض قالب المقادير كابتن، الله يخليك. دارسين 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 بيكنج باودر، فانيلا طبعا اكيد 100%، فراولة اكيد 100%، فراولة هاي بالله قارنش بعدين نخليها. عندنا اهم شيء شنو بهذه الوصفة؟ البيض، البيض مهم طبعا. اخذ تقريبا بيضتين اثنين، اذا اردناها كلش هواي صحية، اذا كلش هواي صحية ممكن تخلوا لها انتو بس بياض البيض. زين، بس بياض البيض. راح اجي اخلي لها فانيلا، راح اجي اخلي لها فانيلا دارسين، واخلط هذه المكونات مع بعض البعض. ابني ولادي وانا، جيب لي شكر، شكر جيب لي شكر على السريع. بالمقادير ما مذكور شكر، ممكن تخلوا لها شكر، تمام؟ لانه انا ما راح اهرس الفراوله وياه، حتى لو هرست الفراوله ضفناها ما راح تعطيني الشكر اللي انا اريده. بانكيك سهل بسيط وسريع. بانكيك على كيف كيفك يا برنس، بانكيك على كيف كيفك يا برنس. هذا بيستو حمص، يعني انا دا امشغل الخلاط، ها، وانت السولف، انت السولف هواي يا ابني. يلا فرنا الحمص منك، فرنا الهاي منك. يلا ابني، يلا يلا ولادي، يلا يلا. جيبونا السكر، حلوة الدنيا سكر. طبعا اكيد هنا مثل ما تشوفون اضافة طحين اللوز. تعال طب هنا، طب طب، لا تخاف، هو شكر، لا تخاف مني. خلي له شكر حتى تطلع طعمه حلو لطيف. وابلش اخلط، واخلطني يا عيني، خلطني واخلطني اغاتي، خلطني. طعم الدارسين يابه، فول طعم الدارسين فول. يلا ناخذ اتصال هاتف. يلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك عيني؟ هلا بالغالي، هلا عيوني. شيف، ما عندي ملاحظات بس عندي مداخله
بهذا البرنامج اللطيف. الله يحفظك على هذا البرنامج. شكرا جزيلا. صراحة يا شيف انه بالوقت الحاضر يعني تغير النظام الغذائي. انا احاشيك دكتور كامل اختصاص علوم التكنولوجيا الأغذية. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. النظام الغذائي مع الأغلب العوائل العراقية اليوم متجه إلى الأكلات السريعة، والأكلات السريعة أنت تعرف شيف أنه عبارة عن سعرات حرارية عالية جدا. أكيد طبعا. وبالتالي راح يسبب لنا جدا كثير من المشاكل. صح صحيح. على هذا الأساس أنا أشكرك جدا لمن أنت تخصص جزء من البرنامج مالك هذا اللطيف وهذا التقديم الحلو. شكرا. أنه إلى الأكلات الصحية مثل ما قدمت لنا همبركر النباتي اللي هو أنا أعتبره فد يعني وجبة غذائية مهمة جدا لكبار السن. صحيح صحيح. لكبار السن وكذلك اللي يعانون من أمراض الكلى أو النقرس أو داء الملوك. صحيح صحيح. عنده مشاكل مع اللحوم. هي يا ريت. نعم. كل يوم تقدم لنا أكلة لهؤلاء الفئات اللي يعانون من هذه المشاكل. أكيد طبعا أكيد طبعا. هذه لازم إحنا نانا نحسب الأحساب ونسوي لهم طبخات تكون مهمة بديلة للحوم وأيضا تكون قليلة السعرات الحرارية. هذا جدا مهم. شكرا لك دكتور وعلى المداخلة الجميلة هذه. هدف البرنامج مثل ما نقول احنا دائما انه دائما تكون الاطباق اللي احنا نسويها هي اطباق سهلة التحضير، وايضا مو بس انه سهلة التحضير ايضا تكون صحية وكبديل ايضا ان انا مثلا عندك العدس هنا يكون بديل الى، واذا شفت انه اكو اختلاف عن البرجر اللحم طبعا اكيد مو بمستوى اللحم هنا، لكن شوية انه تحس انه اكو مثلا يعني برجر لكن خالي من الدهون وخالي ايضا من اللحم، اللحم الابيض واللحم الاحمر مو بس هنا، اللحم الابيض واللحم الاحمر. انا راح ابلش اسوي القطع مال البانكيك هنا طبعا اكيد على حسب الرغبه، احنا شلون نريد نسويها بحسب رغبتكم. هذا مثل ما ذكرت هنا هذه الطريقه تكون سهله بسيطه لعمل البانكيك وتكون ايضا لذيذه جدا وايضا خفيفه بينما انا اقليها على راحتها جدا ارجعها على راحتها. تمام. شويه تخلي لها ممكن شويه الزبده اذا حبيت، فتكون اكيد على حسب الرغبه. راح اسوي البانكيك هذا بالهداوه يا حبيبي بالهداوه. يا سلام. تشوف تشوفون هنا اتركها على راحتها تنطبخ من بين ما انا اطبخ بانكيك لهذا اليوم لكن صحي. عندي ايضا عصير صحي لكن بعد الفاصل. طبعا اكيد مشاهدينا ان القطع تكون تمام التمام، بانكيك خفيف سهل بسيط وايضا سريع كنوع من الوصفات هذه اللي ممكن احنا نسويها تكون بسيطه جدا. اجي اخلع عليها شويه من ممكن استخدم من هنا كريمه، ممكن استخدم من هنا جبن. يكون تعبتني كابتن والله العظيم. ممكن صمت شوية اجي اخلي هنا شوية حب اشكالات. هسه شو تريد تخلط لو شنو؟ انا هاي خلص كافي نطلح انا امورنا صار تمام تمام. اجي اخلي هنا شوية ممكن شوية فراولة. يكون عندك بانكيك جاهز اكيد سهل بسيط وايضا سريع و 1550 عافية. لا خليت عينك عليها انت غير انت خال عينك عليها تركض ورايا. اي سنس انت ما عندك اي سنس ما عندك. دعوفني دعوفني الله يخليك دعوفني نخلص دروح للبيت اليوم خميس وما اريد ازعل. يلا حبيبي يلا جيمي يلا يلا جيمي خذها 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 عندنا عصير اليوم. خذها 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 جيمي خذها. استانس جيمي استانس باللقطة هذه. انت بس لا تتدخل انت
امورنا احنا بخير. خذها جيمة على راحتك ابني ولادي، هذا بانكيك، هذا مال لوز، انا ما استخدم الطحين، ما استخدم الطحين دايت، هذه تتلسة تتفلش، ايش يصير بيها خلي يصير بيها. زين، هي معرضه للتفليش، معرضه للهشاشه، بس اهم شيء مو هشاشه العظام. استغفر الله يا ربي. طالب المقادير عندنا هنا، أنا هذا العصير شويه بزعتر اخضر بري، خرافي بالطعم، خرافي بالنكهه، شيء على شيء خبل، شيء على شيء خبل. تمام، هذا الموضوع سهل وبسيط وسريع. ما اعرف كابتن يمكن عنده جاب لي عسل. طبعا اكيد هنا المقادير راح تكون سهله وبسيطه وايضا سريعه على عمل هذا النوع من الوصفات. بالبدايه هنا اريد تفور لي هذا العشب. يعني شلون راح افوره؟ راح افوره بخلي قريب على المي، خليت مي، وراح اخلي شنو، انا راح اخلي قريب بس يكون بدون نوى، الحمد لله بدون نوى. راح اجيب هسه شنو هنا، راح اجيب هذا اللي هو العشب، عشب الزعتر الاخضر البري، لهشاشة العظام، لآلام المفاصل، للهالات السود، لتساقط الشعر. استغفر الله يا ربي. تجون تخلون هنا شنو، تخلون هذه العشبة مرهم للجروح، جديدة هاي، مرهم للجروح، جديدة 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 جديدة. زنجبيل، هذه اتركها لحد الغليان، اتركها لحد الغليان. راح اسوي الاستندر هنا، راح اجيب ثلج، راح اخلي عسل. يا عسل انت، يا عسل، يا عسل انت، مو عسل انت، مو عسل انت، ذا عسل، فانت العسل الاسود، انت الدبس. زين، واجي اخلي الليمون. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا راح اخلي لها لوز، داريها لوز كابتن، داريها لوز. اخلطني يا عين، اخلطني. لا تخاف لا تخاف لا تخاف، هذا هو الستندر، هذا هو المطلوب. ولا جايب لي، ولا جايب لي اي 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 مصفي. أعلمكم طريقة بالمصفي. بعد دا أسمع حس الثلج، ما مستقر الثلج هنا. أنا بعد ما شفنا هنا صار أكو غليان، ممكن إحنا نصفي، ممكن نصفي، بس إحنا المصفي ما عندنا. اي والله ماكو مصفى، ماكو مصفى، ماكو. خلي يجيب لنا من السوق، من السوق. ماكو مصفى، ماكو. ها، لا يقول لي دور هنا، ماكو هنا، انا ماكو. تعال تعال، طوب طوب، وين وين، ماكو ماكو ماكو. شلبت لي، ماكو شلبت لي. الله يخليك، احنا راح نسوي، احنا نسوي الطريقه التقليديه يعني. بس شايف اذا وقعت زنجبيلايه من عندها، لو من عندها وقع شويه من الـ من الـ من الـ من الزعتر، شو اسوي بيك؟ بسم الله. هذا مهم، المي هذا هنا، المونه كلها، الاشياء كلها بالمي هذا، نرجع نخلطهم. هذا العصير كان بمرحلتين اثنين، وهالمرحلتين هي كلش مهمات. احلى عصير يا عيني. شنو سوينا اليوم يابا؟ سوينا البرجر. الله على البرجر، الله الله على البرجر. بيستو الحمص، بيستو حمص، وسوينا قريب قريب، وهاي خبلتني، ما قاعد تثبت. قريب على كيف كيفك يا برنس،
واكيد ختمنا بالعصير وهو عصير الراحه والامان. الله بنكهه الزعتر الاخضر البري. يا سلام شلون عصير هذا يا ولد، يا سلام شلون عصير هذا يا ولد، هذا عصير الزعتر الاخضر البري تمام، بالزنجبيل والنعناع على الرغوه، بدون الرغوه يعني مو زين، بالرغوه يعني زين. الداري حب اشكالاتك زين، و1550 عافيه، كون عافيه تنطح عافيه، والله عافيه تنطح عافيه زين. هذه اطباقي مشاهدين الاحباء، اطباق جدا سهله بسيطه وسريعه، من اول طبخه لحد اخر طبخه. تشوفوا هنا هذا البرجر، هذا البرجر شنو، هذا البرجر الخرافي، هذا هذا البرجر اللي يخبل، هذا برجر هو عباره عن برجر عدس. اي نعم برجر عدس، برجر عدس. اشوفكم خير بوصفات جديده وطبخات جديده من انا شيف خلدون، من الف عافيه، باي باي.